يا أخي أكبر غلط أنك ترفع الشخص يملك الأموال ولا يملك الأفعال. أيوة. ما فاد رفيق ولا فاد محتاج، همه فقط الظهور الإعلامي والمحافل والسنابات والفلاشات والشيلات، وجاكم كحيلان وراح كحيلان. كحيلان والله اللي يقلع الدين، كحيلان والله اللي لا جاه رفيقه ضايق رجع يبتسم. فلابد للناس أنها تعطي كل واحد حقه، الطيب تنصفونه والردي لا ترفعونه. ذخرتهم لكلحت وقت الأزمات، ظنيت بس الظن طارت طيوره، وحسبتهم لضقت مثل السروات، بس الجبال الريح دكت صخوره، مهايطين الفعل أهل السنابات اللي مراجلهم علشان صورة، في كل محفل ودهم بالفلاشات، والنوع هذا من أشد الخطورة، حسبي عليهم مدعين الصداقات ما قدروا شخصا طوال نشبوره. الله صح لسانك.